السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. هذا دروك نجبد اسمك ديك خطره قلت ياحي، هذا ياحي عبد المجيد ياحي، يعني شاهدنا وين تنشوفوا سوق قبل لا نبداو، وين تنشوفوا ناس نظافاء في التلفاز هكا تفرج هكا التلفاز وكلش. انا والله ما عندي هذه قناه، ما عنديش، امنوني اقسم لكم بالله العلي العظيم ما عنديش قناه، ما كاش ناس يرسلوا لي هذوك مقاطع ولا نشوفوا مقاطع في اليوتيوب برك باش نضيع واحد نعرفوا نشوف دايرين اشهارات كلش، نعرفوا واش غادي يجي يهدر نروح نتفرج فيه، وانت تعرفوا كي داير. نقول بلي نحترم رئيس العايب وراشد رجراج، هذو اللي نحترمهم ونقول لكم كل الاحترام والتقدير. اما الجراثيم اللي كانوا مقابلينكم اللي كانوا معاكم، عيب كبير هذه القنوات، عيب كبير والله العظيم، لا عيب كبير والله. وين هذه القنوات يردوا المستوى، تروحوا للكفاءه، لا تروحوا جايب واحد تعرفوه كي داير، واحد اللي كان يهدر يقول كنت نبيع وكنت نشري، ضرب هذا بنادم كيفاش، انا مانيش فاهم كيفاش يعيطوا له ودايرين. انا تخلوناش نتجبدوا، علاه انت تبغي هذا رئيس اتحاديه؟ ما تخلوناش علاه نتجبدوا صوالح، وما نجبدولكش التاريخ تاعك الواسخ، قادرين نجبدولك التاريخ تاعك الواسخ. لعابين اللي نعرفهم لعبوا عندك ويعرفوا مليح انت شكون، ويعرفوا الشخصيه تاعك كيفاش دايره. انا نعطي غير حاجه برك، هذا رئيس، تاع النادي تاع الاتحاد الشاويه، مانيش فاهم انا. نسمعوا حنايا سبحان الله، شاويه شاويه رجال، كاين غير هذا برك يمثلكم، هذا ما يمثلش الشاويه، هذا انا مانيش عارف كيفاش ناس مشي محوسين على بالك، مشي محوسين على هذا النادي، ما فهمناش كيفاش، والله ما فهمنا كيفاش. هذا رادي لي ردك، انت وعند الخطره هذاك غوتي هذاك تاع اللي دايرينو في اللجنه تاع الحكام، عمره لا سفر دايرينو في اللجنه تاع الحكام، قال لهم احنا جينا ننظفوا المحيط، انت جيت رديت كاع، رديتو كاع الفاسدين اللي كانوا رادي ديجا اللي معاك امالو اللي كان معاك كيفاش هذا، انتم على رديتوه، في طو يزقي في طو يهدر في طو، هذا مكان خاطر ما يحشمش ما عندوش الوجه. انت تهدر على سيدك الحاج محمد راوراوا، على شوف مخليك تنبح وحدك، كاش ماشكا بيك كاش ما عيط لك، مخليك تنبح وحدك، خاطر يعرف بلي النبيح تاعك غير نبيح، ما تعش انت تنبح ما تعش. كيما واحد قالوا له، الكلبه هذيك في حوش، قالوا كلبه تنبح بصح ما تعش. انتوما تحوسوا على الشيعه اللي انتوما مشي فيها مشي مأصلين، انتوما تحوسوا على الشيعه اللي فيها مشي مأصلين، هذه هي. انت نعطيك نقاط تاع فساد تاعك بسرقه اموال العمله الصعبه، انت اتحاد الشاويه كانت تلعب في الجهاوي، يروح يجيب دي زونترينر من اوروبا الشرقيه، دوك لي زونترينر هذوك اللي دق دق يروح يجيبهم يتهم معاهم، كي يتهم معاهم انت واللي تشيت الزتشي وتشيت الجماعه من قبل تتقرب للحداد. علاه ولي تقرب للحداد؟ هذا معلومه الناس ماك ما على بالهمش بها، من اجل ولدك، هذا مكان، خلي الناس ترونكيل، الحق مع العايب والحق مع، ما تهدرش عليه انت، تهدر عليه انت كي انت كي اذا قال وعندهم، الحق واش هضروا، الناس مكان ما دخلهم. انا عجبني العايب
ناس رجال هادو اللي يهضروا كيما هكا والناس يهضروا كيما هكا. قال لهم نورمالمون دايرين بلونترينير حمله انتخابيه نورمال ما يروحش كاع مكاش انت جما بالماضي جيت تشوف لي ماتش ما تجيش تروح نتايا مع واحد ما عندك حتى دخل فيها هذه انت جيت تشوف الجواره ما عندك حتى دخل فيها الصوالح هذه اللي نقولوها جما ما تجيبش الهضره لروحك هات ناس تقرا الصوره بالمقلوب ناس تقرا ما بين الخطوط ما بين السطور ما تجيبش الهضره لروحك تجيب الهضره لروحك كيما هكا صح خاطر الناس ما عجبتهمش ومزيه كنت ذكي في التصريحات تاعك رغم انك راك ما زلت تدور معاهم بصح كنت ذكي في الاسئله تاعك في الاجوبه تاعك هذيك اليوم نقولوا بلي هذا عبد المجيد ياحي هذا المدعو خالي للناس تعرفوا تعرف الخصوصيات تاعو الهرمونات مخصوص هرمونات رجال تاع رجال روحوا سقسوا مليح عرفوا ناس على نحضروا مخصوص هرمونات تاع رجال مخصوص ناقص هرمونات تاع رجال انا نقولها له تو يعرف خاطر عليه كاين جواره من الغرب لعبوا فماك ويعرفوا احسن معرفه يعرفوا مليح يعرفوا ويعرف روحو شاني نهضر انايا هذا المدعو خالي هذا باش يقول المدعو خالي بالمقلوب خالي تاع المقلوب اسم لو تهضر نتايا على ناس راك ارواح دعم زتشي هضر على زتشي هضر على 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 على, 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 على انت ما والله ما فهمت كاين واحد صوالح نبغي نهضرهم بصح على بالك والله ما فهمت كاع هذه القنوات ما زالت هذه قناه النهار يعني ما تغيرتش ما تتغيرش وما تغيرتش وما غاديش تتغير كاع دائما يجيبوا الرداءة والتفاهه في القنوات تاعهم رداءة تفاهه ما كاش ما تحس هكا بلي ناس جات باي تهضر كفاءة ويحضروا يعني بكل شجاعة ما كاش يجيب لك المهم يجيب لك واحد شيات جيبوا دحماني اللي كان يلعب سيربية هذاك يكره راو ما تعقلوش 2017 مي كان يعاير راو كلش ما تعقلوش جيبوا هذاك فاني كملي راكم ناسينو نهر راكم ناسين دحماني تاع السيربي 2017 مي كنتو تجيبوه يعاير في الحاج جيبوه هذا فيك ما يحشم جيبوه اي بركاونا يا جماعه راكم كبار وقنوات وتقولوا باللي المصداقيه والصدق والمصداقيه تاع راكم هباكم راكم ديروا صوالح استفزاز للشعب الجزائري ولا استياله ولي وراح وقت الرداءة صايك شعب فاق راني نقول لكم شعب فاق سي محمد شعب باغي هذا الرداءة وهذا الصوالح الناس كرهت هضره يعني هضر بنادم خاين بنادم كان يخون كان داخل في الزمام كان يرشي لي زاربيت كان يشري لي بارتي كان يبيع هاك شو الشاويه وين ردها كان يبيع ويشري هذا بزنازي هذا داير اتحاد شاويه دايرها كونت دراهم يطلعهم بعد يبدا يبيع يخون الدراهم كيما هكا وحنا على بالنا العلاقة تاعك مع هذا الرئيس اللي راك تهضر عليه العلاقة تاعك كيفاش منابع تاع الفساد انتوما كيفاش فيها العلاقة تاعكم كيفاش فيها وقتك تهضر انت كيف انتوما حلال عليكم انتوما الناس اللي يشكروكم حلال بصح اللي يكشفوكم تروحوا تشكو بهم انتوما حلال عليكم هذا الصوالح هذا ما تطيقوش انتوما شوف انا شوف الحاج ما يحوش عليه مخليه ينبح خاطر عارف باللي نبيع تاع جرو هاي 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 نبيع تاع جرو صحيح عارفكم باللي كلاب راكم تنبحوا غدوة إن شاء الله مكاش هذا رئيس اتحادية تخزنوا كالنساء أنت من بعد تاع فساد أنت اللي دخلت الرشوة أنت اللي دخلت الفساد لكرة القدم الجزائرية أنت اللي خرجت كابوس الأربيت انت اللي قلت الاربيت نكتلك هددت حاكم بالقتل انت اللي في التلفزيو علنيا نعقل لك انا في التسعينات سي محمد باقي نعقل لك مليح في التسعينات كنت سمين وكنت منه وجابوك مع صافا تاع الحس صافا تاع باريكو العام اللي طلعتو كلش جابوكم قال لي طلعوا كلش ايا قلت لهم
كما انا نقتل، درت تهديد قتل، قلت لهم قتل في الشامبيون نقتل نورمال. قلت اليوم كيفاش راكم